وخلال كلمته شدد الفريق أسامة ربيع على أن هيئة قناة السويس تبنت بدعم كامل من القيادة السياسية مشروعا ضخما لتطوير القطاع الجنوبي من القناة، مشددا على أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة في السنوات الأخيرة. انطلق حرص هيئة قناة السويس على ضرورة استمرار تطوير المجرى الملاحي بما يعزز من ريادته العالمية، فقد تبنت الهيئة بدعم كامل من القيادة السياسية مشروعا ضخما لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، وهو المشروع الذي يعد واحدا من أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة في السنوات الأخيرة. الحقيقة أن المشروع ده فعلا مشروع ضخم، وإحنا كان في حساباتنا أن إحنا ننفذه يمكن من يناير اللي فات دوًا، لكن احنا بدرنا فيه وعملناه في شهر 6 اللي فات بعد أزمة إيفر جيفن، لأن احنا وجدنا إن احنا مستعجلين على مشروع القطاع الجنوبي دوًا عشان نحسن حركة الملاحة فيه، نظرًا لأن القطاع دوًا هو قطاع ضيق فيه انحناءات كتير، تيارات المياه بتأثر فيه، فاحنا اشتغلنا في 40 كيلومتر من الكيلو 122 للكيلو 162 متقسم لمشروعين او يعني وحدتين. الاول في المنطقه في البحيرات المره الصغرى 10 كيلو من الكيلو 122 للكيلو 132، وده بنعمل فيه ازدواج، والازدواج دون هيبقى عندنا قناتين في ال10 كيلو دول هيضافوا لقناه السويس الجديده، هيسمحوا بتواجد 6 سفن زياده عبر المجرى الملاحي لقناه السويس.